السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أول نسخ وقع في الإسلام كان تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، فكان لابد من تثبيت هذا الحكم الجديد في أفئدة المسلمين. ونزل قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن أي مكان خرجت أيها النبي مسافرا وأردت الصلاة فوجه وجهك نحو البيت الحرام وإنه للحق من ربك، أي أنه الحق الواضح المؤكد الذي لا شبهة فيه. وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع على جميع أحوالكم وسيجازيكم على ما تعملون.